دكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة الأسبق معانا على الهاتف للتعليق على هذا الخبر. دكتور مصطفى أهلا بك. أهلا أستاذ وليد، أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. يعني آخر ما توصلت إليه وزارة الصحة المصرية بقرار جمهوري الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا، برأيك هذا الرقم الذي يعتبر رقم زهيد جدا فيما يتم إنفاقه من قبل الدول والحكومات خلال الأيام الماضية لمكافحة هذا الفيروس، ماذا أنفقت مصر أو ماذا فعلت وزارة الصحة المصرية للرقي أو يعني على الأقل تقليل من الكوارث الموجودة في القطاع الطبي خلال الشهور الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحت حضرتك الوليد والجماعة السادة المشاهدين. والحقيقة لو جينا نشوف موضوع كورونا في مصر من بدايته يمكن من العام الماضي، كان واضح جدا ان لا توجد خطة او استراتيجية واضحة في مصر لمواجهة هذا المرض. كانت الوزيرة بتقول ده حاجة زي الانفلونزا، حاجة زي البرد، احنا لا يوجد عندنا. بعدين بدأت تتحرك ما يسمى البطارية الرئاسية، يعني في شهر فبراير من العام الماضي 2020 وكان وزارة الصحة بتهرول إلى مرسى مطروح تقول أنا أعمل مستشفى النجيلة 42 سرير لاستقبال وباء كورونا ودي مبادرة رئاسية، قلت أنا كده خلاص عملت اللي عليها المستشفى. طبعا تضح إن لا يوجد أيضا كان تصور لمعنى كلمة وباء. بعدها بدأت دخلت في مشكلة كبيرة جدا، تقعد تزود خليهم 18 مستشفى، والآخر في شهر ديسمبر الماضي قالت هنعمل 365 مستشفى العام والمركزي كلهم لمواجهة كورونا وده مستشفيات عزل. الحقيقه ده كان الواضح ان توجد خطه محكمه. الحاجه الثانيه موضوع التمويل، الحقيقه كان عندنا تصريحات من الحكومه بتوفير 100 مليار جنيه لمواجهه كورونا جنيه مصري. وزير الماليه اعلن الشهر الماضي كل اللي صرف منهم 65 مليار اللي ناب الصح منهم حوالي 10 او 12 مليار، ده اللي قالوا الموازنه. لكن على المقابل وصل لمصر قروض ومنح خارجيه قيمتها 21 مليار دولار. طيب دكتور معلش لو هقف معاك في النقطة دي تحديدا، يعني 21 مليار منح وقروض تحت بند مكافحة فيروس كورونا بالإضافة ل 100 مليار رصدتهم الدولة قبل سنة تقريبا لمكافحة فيروس كورونا، يعني هذا المبلغ الضخم جدا، هل على أرض الواقع أو في القطاع الطبي هناك نتائج؟ لحد النهاردة شايفين المواطن مش لاقي سرير، مفيش أنبوبة أكسجين، لحد النهاردة الأطباء في المستشفيات بيشتكوا من قلة أو نقص المستلزمات الطبية، أين ذهبت هذه المبالغ الطائلة اللي الحكومة وعدت بيها أو بتقول إنها صرفتها؟ الحقيقة تريد يمكن هذه المشكلة الأساسية في فكرة على أي شيء تلك القروض والمنح أو الاعتمادات المالية لمرض كورونا. بنلاقي عندنا مسميات في منتهى الغرابه، يعني لما قال هيرصد 100 مليار جنيه من الموازنه قال ان منهم 50 مليار موجهين لدعم قطاع السياحه في فتره التوقف و13 مليار فقط للصحه، ده الكلام ده اللي اعلن من بدايه العام الماضي. لما قال 21 مليار دولار وده مبلغ رهيب جدا ومبلغ ضخم جدا لم يذكر حتى الان اين توجهت، يعني كلها جايه تحت مسميات يا اما جايه من الاتحاد الاوروبي او البنك الدولي او من مصدر النادي الدولي او من الاتحاد الافريقي او حاجات جايه من اليابان، حاجه كلها جايه تحت اسماء او مسميات تعتبر وهميه، ولكن الواقع لم يستفد المواطن المصري اي شيء من هذا الامر حتى الان. يعني الطاقه الاستيعابيه في المستشفيات حاليا، يعني كان عندنا في سوهاج في نهايه الشهر الماضي صرخات من انهيار الخدمه الصحيه، حتى الان 5% فقط من مرضى كورونا حسب كلام الدكتور عوض تاج الدين دول اللي بيروحوا المستشفيات دول بيتعاملوا بفحص PCR، باقي 95% بيتعالجوا بما يسمى بالعزل المنزلي تحت اشراف يا اما اطباء خصوصيين او الصيدليه المجاوره او الناس بيسالوا بعض او من على النت. وده كان فعلا يعني وزاره الصحه حست بتلك المشكله وقالت يا جماعه بنحذركم من البروتوكولات اللي هي من الصيدليات او من اصحابكم على النت. ليه؟ لأن المواطن فقد الثقة بالحكومة وما تقدمه، هي دي الخلاصة. وفكرة عزوف المواطنين أصلا عن الخدمة الصحية ده بحث كان منشور في العام الماضي أو قبل الماضي من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والجهة الحكومية قالت إن 61% من المواطنين أصلا
فقدوا الثقه بالعلاج الحكومي بسرعه. من هذه النقطه طب دكتور ما هو معلش في هذه النقطه يعني انا اسف، مصر حتى اللحظه نسب تعاطي اللقاح فيها لا يتجاوز 2 مليون يعني على اقصى التقديرات كما قالت بعض الجهات الرسميه. الدوله بتقول ان المواطن هو اللي مش عايز وانا موفره اللقاحات. يعني النهارده الدكتور بهاء الدين زيدان اعلن عن استيراد 40 مليون جرعه، 20 من لقاح سبوتنيك و20 من جونسون اند جونسون سيء السمعه، لكن الدوله بتحمل المواطن المسؤوليه، احنا جبنا اللقاح وانت مش عايز تيجي، ما مدى صحه هذا الكلام؟ نفس الإشكالية اللي هي اللي توجد عند الدولة خطة مبرمجة زمنيا بجدول معلن عن مواعيد اللقاحات حسب الأماكن. مثلا الصحة قالت هنعمل أولوية للأطباء ثم كبار السن ثم الفئات اللي هي أمراض المزمنة، فوجئنا إن الوزيرة أيام حاشت السفينة في قناة السويس العالم كله كان بيتكلم عن السفينة الجائحة، فلازم طبعا وزاره الصحه تاخد جانب من اللقطه الاعلاميه. فوجئنا ان الوزير بالفريق بتاعها على هيئه قناه السويس بتعمل اعطاء اللقاح لجميع العاملين بقى قناه السويس، دول لا يوجد لهم اي اولويه. لا هي عشان طبعا الموضه اللي كانت وقتها ان السفينه الجايه كله بيتكلم عليها تبقى الوزيره في الصوره. بعدها كان في استجوابات قبل وزاره الصحه فوجئنا طلع قرار من الحكومه باعطاء اللقاح لجميع اعضاء مجلس الشعب ومجلس الكبار والشيوخ باسرهم بعائلاتهم. كانت زحمه جدا على مدى ثلاث ايام في مجلس الشعب لاعطاء اللقاح لجميع العاملين في مجلس النواب. بعدها لما قالوا نفتح السياحه مع روسيا فوجئنا وزاره الصحه بتهرول الى اعطاء اللقاح لجميع العاملين في قطاع السياحه. هي الفكره كلها فكره الشغل الاعلامي، في حين ان نقابه الاطباء بتشكو ان لقد اللقاح حتى الان 20% فقط من الاطقم الطبيه. هتقول وزيره تقول مش راضيين، النقابه عرضت انها تفتح مقر النقابه في جميع المحافظات لاعطاء اللقاح كما كان موثوق به. هتجي لي جميع الاطباء الوزيره رفضت، لا اللقاح عندنا احنا بس مش هنديه للنقابه. وبعدين تقول هفتح مراكز تطعيم امام مكاتب البريد. ايه دي العشية يا استاذ وليد؟ لما كان الوزير دافع الى اللقطه الصوره اللقطه الاعلاميه شو اعلامي، لكن الواقع ما في. ازاي تدي لقاح امام مراكز البريد؟ ده مش موجود في اي مكان في العالم، لازم يكون مكان معتمد موثق. بعدين يطلع امس فقط من الصحه تقول لازم يكون اعطاء اللقاح عن طريق الحجز الالكتروني على موقع الوزاره. طب ازاي تدي عند مكاتب البريد ولازم يكون مسجل في الوزاره؟ يعني هي دي الفكره بتكلم عليها، توجد خطه ممنهجه واضحه ومبرمجه. نعم. وزاره الصحه عرفت من شهر انها تبدا تدي الى اماكن مغلقه زي السجون ودور مسنين. وبعدين حصل السكون تام. امس فقط رئيس الوزراء بيقول هنبدا في شهر يونيو القادم ندي لقاح للسجون، يعني بعد سنه ونص من بدايه الوباء. دي الفكره اللي دكتور مصطفى جويش كله توجد خطه واضحه ومنهجه للوزاره. بالاضافه ان حاليا في مصر حاليا ما فيش لقاحات، يعني وعلى البرنامج الدولي اللي اسمه كوفاكس لايف، ده برنامج بيعمل اللقاح يوم بيوم. وصلت مصر حاليا لحوالي 1,200,000 جرعه اتاخدت، طبعا مش محتاج تقول او شكرا تانية. دكتور مصطفى جويش وكيل وزاره الصحه الاسبق كان معنا للتعليق على اخر الاوضاع الصحيه بشان فيروس كورونا في مصر.